بنروح انا وياك والجمهور طبعا لنوال الزغبي النجمه الذهبيه اللي موجوده بديترويت. عم نشوف سوا الفيديو. بهذا الفيديو اكيد نوال عم بتطلع على الجمهور مثل العاده. واو فيري نايس. يعني ستيل نوال، يعني بتعرف انه نوال اكيد رح تلبس هالفستان دغري، بتقفري انه نوال بيلبق حتى الستيل. بتعرف سرج انه وجهك كيف مبين هون كثير مبين حلو، مبين نوال عكس الكليب يلي كثار عم ينتقدوه بسبب الفلتر الزايد يلي كان على وجهه، وهي هيك اجمل بكثير. كثير انتقدوا اخر ليركس فيديو انه كثير مبين انه في فلتر وفي تظبيط بشكل نوال. واللي عم نشوفه دايما وبنشوفه لايف طبعا النوال مش بحاجه لهول الفلترز. جميله. بنروح انا وياك عندنا دين جيم والاحتفالات بعيد ميلادها هي واكيد برفقه خطيبه. بعيد ميلاد نادين نجيم اكيد كان في كثير من الناس اللي هي بتحبهم وبيكونوا دايما معها، كان في خالد صاحب موقع العراب كمان، كانت زينة مكي، كانوا كتار من نجوم. حبيت الستيل التزيين اللي مزينين وكرمال نادين، ونادين شو ضعفانة وشو متحلية على فكرة. رح نرجع نشوف هلأ سوا الفيديو هي بالدراس تبعها قدي كتير حلو وسكسي وأليجنت بذات الوقت. حبيت بتصور حتى أويل على جسمها أكيد طريقة حلوة. فيري نايس أويل وهايلايتر. واو كثير حلوة نادين نجيم بهذا الفيديو كمان. Very nice. بنقلها نحن كمان بدورنا هابي بيرثداي اند وي ويش يو اول ذا بيست. بنروح من نادين نجيم كمان لإطلالة ساحرة كانت حديث كتار. بنشوف هيدي إطلالات كذا نجم كانوا بافتتاح الفندق بدبي منهم سيرج مايا دياب، جيسي عبده ونانسي عجرم. عم نشوف مايا دياب، جيسي عبده. واو شو حلو هلا على فايقه دايما مش معقول النجوم اللبنانيه. جاي لو كانت كمان بهذا طبعا اختيارهم للملابس كثير حلو. ما كثير حبيت ستيل نانسي، حسيته ستيل اصاله اكثر. برافو انا من بعيد فكرت اصاله. واو قلتيها نفسها تليباتي. بنروح لعند لارا بعقلينه وفيديو وكتار من الأخبار الفنية رح تكون موجودة منهم، أخبار خاصة أكيد بكتار مواضيع. منشوفهم لارا بقليني أكيد حكيتنا عن حبيب إليسا ودي عمل جدل أكيد. منشوف الفوتوشوت الأخير يلي خضعت له بسبب فستانة والبوزيت يلي كانت عم تاخدهم. عم ينتشر فيديو على السوشيال ميديا لصبية عم تلحق شاب وعم تسأله إذا هو حبيب إليسا يلي حكيت عنه بالوثائقي تبع It's Okay، ومنشوف بالفيديو إنه ما جاوب على السؤال وعمل حاله عم بيحكي على التليفون وهو فاتح كاميرا. تيم حسن ملاكم، هيدا هو الدور الجديد يلي رح يلعبه بمسلسل تاج. الأخبار الصحية للعائلة الملكية ببريطانيا عم بتكون من ضمن الأحداث البارزة بعد خضوع كيت ميدلتون لعملية جراحية بالبطن ومضت أسبوعين بالمستشفى. إجا خبر إصابة الملك تشارلز بالسرطان، بأول ظهور علني إلى بعد إصابة الملك طمأنت الملكة كاميلا الجمهور وقالت إنه الملك بحالة جيدة جدا وإنه تأثر كتير بالخطابات والرسائل يلي أرسلوها الجمهور. حديث روبرت دينيرو البالغ من العمر 79 سنة عن بنته جيا البالغة من العمر 10 أشهر عم بيكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظراً لفارق العمر بيناتهم، وكشف لمجلة بيبل إنه الطفلة كتير حلوة وبتذكره بصغره، وهالطفلة هي الولد السابع وفي فرق بينه وبين أول ولد 50 سنة. جاستن بيبر وهايلي على ما يبدو انه رح يطلقوا قريبا، كشف هالموضوع مصدر مقرب لموقع انتاتش وقال انه جاستن متمسك بهيدي العلاقه وبيعتمد على هايلي كثير عاطفيا ونفسيا، وهالموضوع عم بخليها تشتاق لاستقلاليتها، واكد انهم عم بيضلوا يتخانقوا بسبب علاقاته الماضيه اضافه لمشكله الانجاب. شكرا لارا بعقليني، وخاصة على تشانل الخاصة بأو تي في لبنان. بتفوتوا على أو تي في لبنان بتنزلوا شوي صغيرة بتلاقوا تشانل الثاني بيبي تشانل اسمها أوتيوب وفيها مزيد من الأخبار. في خبرية كمان زيادة عن جاستن بيبر، تأكيد على أنه هن ما تركوا ما عم بيطلقوا، كمان كانوا موجودين سوا والكاميرا لقطت الفيديو هن وعم ببوسوا بعض، أما هو عم ببوسها كان. عرفت